فاتوا ليكزاما وما خدمتش، فاتوا ليكزاما وما فهمت والو في لي سوجي. لقيت روحي احفظت بصح نسيت واش حفظت ولا قعدت في قاعه الامتحان. حسيت بخوف كبير، بكيت، دمرت. كان اسبوع كوشمار عليا، كابوس. اصدقائي مبسوطين وفرحانين وخدموا بصح انا وحدي قاعد في دوامة تاع جهل وخوف واكتئاب وعدم القدرة على فعل اي شيء. المواد العلمية كانوا مدوزقين وتايقين، مواد الحفظ كانوا مصيبة. ماذا افعل يا استاذة؟ انا بديت نخاف وحس روحي محال نقدر نوصل، محال نقدر نكمل ولا نقدر ندي الباك. حتى الباك صعيب يا استاذة، وبديت نخاف والامتحانات هادو خوفوني اكثر. هل من نصيحة تقدميها لنا اليوم؟ ان شاء الله احنا ننصحكم نصائح ثمينة لكل طالب حس روحه باللي منضغط وحس روحه فضت عليه الدنيا ومحال يقدر ينوض من جديد. حس روحه الامتحانات كانوا جد صعبة ومحال راح يقدر يخدم فيها من روحه. حس باللي الباك صعيب وصعب الوصول للهدف تيعو والحلم تيعو، بينو بين الحلم تيعو مسافة طويلة بزاف بزاف بهي الحقها. قبل ما نبدا في الفيديو تاعي ما تنساوش فقط تحطوا جملة فيديو كومونتيو لي فيها، تبارطاجيوها كامل اصدقائكم وزملائكم، وتابعوني لي في لاشين اللي كان جداد بالضغط على زر سبسكرايب الاحمر وتفعلوا زر الجرس كي يصلكم اي جديد انزله لكم ان شاء الله فتره على فتره. في هذا الفيديو رساله لكل طالب، حبيت نقول لكم اول حاجه، لولا الفشل لما ذقنا طعم النجاح، لولا الخساره لما ذقنا طعم الربح، لولا الدموع والاكتئاب والضغط النفسي لما شعرنا براحة وطمأنينة السعادة وراحة البال والامتيازات واني انا ناعس وكل شيء ماشي على ما يرام. لولا الرسوب لما كان للنجاح والتقدم معنا. في هذه الدنيا يوجد فشل، يوجد نجاح، يوجد خسارة، ربح، كذا كذا، من كل شيء المعكوس تيعو. وأكثر الناس نجاحا هم أكثر الناس فشلا في الماضي. وركزوا، أكثر الناس نجاحا هم أكثر الناس فشلا في الماضي. أكثر الناس تقدما وإلحاحا وإصرارا هم أكثر الناس تأخرا في الماضي، سقوطا في الماضي، صعوبة وتحديات في الماضي. أكثر الناس اليوم نراهم يقفون في مكان عالي حاملين جوائز شهادات ما شاء الله. قد كانوا أمس خاسرين، راسبين، فاشلين، ساقطين. الصعوبات والتحديات تواجههم من كل النواحي. كل هدف وأنت رايح ليه في طريقك، رايح الهدف هذاك، أعرف باللي ديك الطريقة صعب. أي طريق هدف صعب أي من كان. كل شخص منا لديه هدف معين أو وصول شيء من معين، وهو في طريقه أي من كان الهدف، وهو في طريقه معيقات، صعاب، تحديات، سقوط، دمار، اكتئاب، ناس محبطة، كلام سلبي، وحدك في الطريق، ما كان يساعدك، العكس كان يزيد عليك، دمار، خراب، تراكم، هادو كامل أوبليجي يكون، وهذه هي سنة الحياة في النهاية. ولكن هنا يكمن الاختلاف. أين يكمن يا أستاذ الاختلاف؟ يكمن الاختلاف في شخصية الإنسان، يكمن الاختلاف في تفكير الإنسان، يكمن الاختلاف في مدى ثقة الإنسان بنفسه. منا من لديه حلم وهو في طريقه لهذا الحلم يفشل، يسقط خططه 0%،
يفشل يسقط يتخبط منه من ناس محبطة ناس سلبية كلام سلبي، ولكن جده في النهاية جده ناجح وقد وصل إلى مرتبة عالية جدا جدا. ها لماذا؟ الشخص الثاني نفس الشيء، عنده هدف، اتخبط كلام سلبي ناس محطية ما عندوش اللي يدعمه، مكتئب، ضغط نفسي، تراكمات، ضغوطات، تحديات، نجده خاسر وفي أسفل السافلين. يكمن الفرق، الشخص الأول عندما واجه التحديات والصعاب وتدمر وسمع كلام سلبي وسقط لم يتراجع ولم يستسلم، بل وقف من جديد وحارب من جديد واستعد من جديد وكأنه ولد من جديد. استثمر وقته، نظم وقته، غير الطريق والمسار اللي كان ماشي عليها مقبل، غير الخطة تاعو، كتف الوقت، ضاعف مجهوده، ركز مع نفسه، توكل بربي، انسف الخوف، انسف الضغط من حياته، انسف الكلام السلبي، بعد عن الناس المحبطة، بعد عن كل ما هو سلبي، جلب له الطاقة الإيجابية، جلب له الناس الإيجابيين، رفق الناس الإيجابيين، رفق الناس اللي ضيفوا له، وبعد عن الناس اللي كان معها مقبل كيف فشلوا وهم كانوا سبب في فشله، بعدهم عليه وراح مع الناس الإيجابية، تعلم لغات، ثقف نفسه، حفز نفسه بنفسه، ثقة وثق بالأصل هو الله عز وجل، صلى ودعا ربي، قرأ قرآن، توكل على ربي، وبدأ يفكر تفكير إيجابي، أنا قادر، أنا أصل، أنا أصل، أنا أصل، ضاعف المجهود، يسعى 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 يسعى، والصعاب يزيد، هو يعاود يتكام جدو، يعاود يسعى، يخدم 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 يخدم. يصدق الآية إن للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى، نعاود إن للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى، هو سعى ورأى سعيه، هو توكل والله كان معه، هو وثق بنفسه، وثق بالله والله لم يخذله، هو ظن بالله ظن إيجابي وكان عند ظنه بالله، هو اجتهد وصار على الدرب وفي النهاية وصل. بينما الشخص الثاني أول صعوبة تجيه، ما هذا؟ لماذا أنا هكذا؟ لماذا أحلامي هكذا؟ لماذا الطريق صعب؟ الأحلام صعبة، البكالوريا صعب، الامتحانات صعبة، محال نوصل، يقابل الناس السلبيين، يزيد يتحبط، يخاف، وكون ما نوصلش، وكون يسبقوني، وكون يغلبوني، وكون نفشل، وكون نرسب، يتوكل على الناس، يتوكل على الناس، وبالك هذاك يفيدني وبالك هذاك يفيدني، وينسى ربو، علاقته ضعيفة، إيمانه ضعيف، يراكم دروسه، ليس مجتهد، يراكم دروسه، من الضمش وقته عشوائي، يحكم الكالي، يبدأ يقرأ يقلق، يطيش يطيش، ما يروحش يشاشي كيفيه الدراسة صحيحة، ما يعرفش نظريات اللي تشرد والخرائط الدهنية والهايلايتر، وبلي لازم ندير خريطة وتنظم فيها أفكارك وتلون العناوين باه تقرأ بهدوء، يحكم الكايب خربش كيما هكا من بعد يقولك يطيشو يعدي ينعس. كل وقت مملوء بالأخبار تاع الناس، القيل والقال، حسود وغيور، هدفه الوحيد منافسة غيره، كان يخاف كثيرا. لذلك من هم الشخص واحد واثنين، اختر أنت من تكون واحد أو اثنين وسوف ترى النتائج وتحمل أنت النتائج. ذلك من الأحسن كامل وما دبينا كامل يكون مثل شخص واحد. لذلك مهما ضاقت بك الأمور، مهما تعثرت، مهما ما خدمتيش، افتح صفحة جديدة وما زال الوقت القدام، ما زال الوقت القدام، ما زال قادر تخدم أضعف مضاعفة وتلحق كيما لحقوا كامل الزلاف، وتبدأ صفحة جديدة، تبدأها من اليوم، كي تقرر انت من اليوم تبدأها، انت قادرة وانت قادر وكامل قادرين. الفشل ليس عيبا والخطأ ليس عيبا، إنما العيب البقاء في نفس نقطة الخطأ. نظموا وقتنا، نديروا بروغرام لنفوسنا، معنويا نحسن نفسيتنا، نحيو الخوف،
نرجع ربي شوية، نضيقوا شوية العلاقة بربي شوية، لأن ربي كما نقولوا العلاقة به والصلاة والأذكار هدو كامل طمئنة النفس، طمئنة النفس وراحة البال وشرح الصدر. لذلك نرجع ربي ندعي ونصلي صلاتنا، لكن ما كنتش تصلي صلي صلاتك، لأن الإنسان الناجح يكون مصلي ومحافظ على صلاته. الناس الناجحين محافظين على صلاتهم، الناس الناجحين ما يخافوش يشكروا ربي ويثقوا بلي ربي كبير راح يساعدهم. طبق قانون التسليم، انك انت تسعى وتخدم في الدنيا والنتيجه ما تشوفش معاها، النتيجه على ربي سبحانه، وخليها على ربي، سلم وفوض امرك ربي سبحانه، هو مدبرها وميسرها. فربي سبحانه مستحيل يخيب لك ظنك، وراح ديما راح يكون معك، هو رب الخير، يقدم لنا فقط الخير، واي شر يقيسنا نعرفوا بلي احنا سببتيه، احنا هو سبب في حالتنا اليائسه هذه تاع اليوم غادي نعيشوها. في ذلك لازم حنايا شويه نفيقوا مع رواحنا، وصدقني الباك ساهل والنجاح ساهل، وكيما نجحوا القدم انت كذلك راح تنجح زيهم، ما كان حاجه وما كان فرق بيناتكم. لذلك قصه الانسان الاول والثاني وحالة الإنسان الأول والثاني مهمين، عاود سمعنا فيديو وفهمهم مليح راح يفيدوك بزاف بزاف بزاف. ونحبكم من كل قلبي، شكرا لكم استفدتوا من الفيديو تاع اليوم، ولو يعني الأساسيات هكا، وبارطاجيوه باه يعم الناس كامل ويفيد الناس كامل. وبون كوراج ميزيلاف، وربي يخليكم يا ربي.